حياكم الله مشاهدينا الكرام، اليوم راح نستعرض معاكم في هذا التقرير أحدث مشاريع وزارة الأشغال وبالتحديد في منطقة اللوزي من خلال تحديث وتطوير شبكة صرف مياه الأمطار بمعايير عالية بما يضمن جودتها واستدامتها. ووضعت عدداً من الحلول المستدامة للبنى التحتية في المناطق التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، وذلك ضمن الجهود والمبادرات المستمرة لتطوير البنية التحتية وتنفيذ الحلول الاستراتيجية والمستدامة لمواكبة التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده مملكة البحرين. تجمع مياه الأمطار يمثل هم بالنسبة للكثيرين، وفي منطقة اللوزي يمكن أكثر تأثراً هم القاطنين في المنطقة، وبالتالي بسبب حجم المشكلة وحدتها تقرر أن تكون عندنا استراتيجية تبحث عن حل جذري إلى هذه المشكلة، تمثل في مجموعة عناصر أهمها هي ثلاثة مشاريع. المشروع الأول هو ربط بحيرة اللوزي ببحر الهملة للتحكم في منسوب المياه، وبالتالي إعطاء بحيرة اللوزي لاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار. عندنا مشروعين آخرين وهما خطين ناقلين إلى المياه من القناة الممتدة غرب مدينة حمد إلى البحر، واحد على شارع 26 والآخر على شارع 36. فكرة هذين الخطين الناقلين هو فصل كميات كبيرة من مياه الأمطار اللي في الأصل تتدفق نحو بحيرة اللوزي وعزلها ودفعها إلى البحر على أساس بحيرة اللوزي تستقبل كميات أقل من مياه الأمطار، وبالتالي هذا الحل راح يكون يعني مستدام وقادر على التحكم في مياه الأمطار وتدفقها في مدينة حمد. بحيرة اللوزي تأخذ ثلث مدينة حمد من دوار 0 إلى دوار 7، بقية الدوارات 7 إلى 18 راح تنقل من خلال الخطين الناقلين إلى البحر. نسبة الإنجاز بالنسبة إلى اللوزي 50%، ونسبة الإنجاز بالنسبة إلى 26 إحنا في تقريبا نسبة 80%، وبالنسبة إلى الموقع هذا على شارع 36 إلى بحر المالكية إحنا الآن في مستوى 90% من إنجاز العمل، وإن شاء الله في الأشهر القادمة راح ننتهي من هذه المشاريع الثلاثة وراح يكون الوضع إن شاء الله تحت السيطرة. عقد المجلس البلدي والمسؤولين في وزارة الأشغال العديد من الاجتماعات لإيجاد الحلول المستدامة وآليات العمل في المشاريع، وأيضا الجولات الميدانية اللي تم زيارتها إلى مواقع المشاريع وإيجاد الحلول المستدامة والحلول لنقاط تجمع مياه الأمطار.